تصمم تركيا على استكمال ما بدأته قبل أكثر من 8 سنوات في سوريا من تجفيف منابع الأخطار التي تهدد أمنها القومي. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في تصريحات جديدة اليوم الجمعة إننا نواصل العمل للقضاء على الإرهاب من مصادره، وإن كان ذلك بسوريا فسنفعل ما تقتضيه الضرورة، مضيفا أن الهجوم الإرهابي على شركة توساش جرى عن طريق تسلل المنفذين من سوريا إلى الأراضي التركية. تأتي هذه التصريحات في إطار ردة الفعل الحكومية التركية على التفجيرات التي تقوم بها منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، وكذلك ضمن إطار تحسين جبهة الداخل ودعم الحوار الداخلي ما بين الدولة التركية والأحزاب السياسية الكردية وعزلهم عن حزب العمال الكردستاني أو العناصر غير المنضبطة داخل هذا الحزب أو داخل هذه الكيانات السياسية، ومن جهة أخرى أيضا الاستفادة من الظروف الدولية التي تدعم حاليا الموقف التركي في إجراء عمليات عسكرية تجاه حزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق. هذه التهديدات التركية تزامنت مع استهداف طائرات مسيرة تركية مركز قوى الأمن الداخلي التابع لقسد في المنطقة الصناعية ومركز الساد كوب في مدينة القامشلي بريف الحسكة، كما استهدفت مواقع أخرى لقسد في مدينة عين العرب كوباني بريف حلب وفق صفحات محلية. وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت بالأمس استهداف مواقع لتنظيم حزب العمال الكردستاني شمالية سوريا والعراق وتحييد العديد من عناصره. وبالرغم من خلافاتهما فيما يتعلق بالملف السوري، أيدت واشنطن حق أنقرة في محاسبة منفذي الهجوم الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 22 آخرين. نائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ قالت خلال إحاطة صحفية إن لتركيا الحق في محاسبة منفذي الهجوم على شركة صناعات الطيران والفضاء في العاصمة أنقرة، مشيرة إلى أنه يبدو كهجوم إرهابي. وكان وزير الداخلية التركي علي يرليكايا قال إن المرأة التي شاركت في الهجوم تنتمي لحزب العمال الكردستاني. هذه التطورات تأتي في ظل تصعيد متزايد في المنطقة وتخوفات تركية من تغيرات جديدة، ولطالما تعرضت تركيا لهجمات سابقة داخل أراضيها غالبا ما كان منفذوها قادمين من الأراضي السورية، وهو ما يزيد إصرار أنقرة على تنفيذ تعهداتها بتأمين حدودها والقضاء على الإرهاب والسعي نحو تعزيز الجبهة الداخلية بهدف مواكبة المتغيرات المتلاحقة وتأكيد دورها في المنطقة كقوة إقليمية فاعلة. ترتبط الخطوات التي تعتزم أنقرة السير بها بتفاهمات دولية، ورغم أنها حاولت الالتفاف والتخلص من خطر حزب العمال الكردستاني وقسد بطريقة سياسية، إلا أنها دائما ما تجد نفسها مضطرة للعودة إلى خيار الحسم العسكري، ما يفتح باب التوقعات على مصراعيه حول الحركة التالية للدولة التركية.